السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنشرح جي اس بي. ايه جي اس بي؟ هي تقنية من تقنيات الشرافة. بنستعملها في ايه؟ بنستعملها في بناء صفحات الويب. دلوقتي هنشوف الأدوات اللي احنا هنستخدمها علشان نعمل عشان نبني صفحات الويب. اول حاجة هنحتاج الشرافة شيت اي، نخش في المتصفح نكتب شرافة شيت اي، نخش على اول حاجة هتقابلنا اللي هي تبع اوراكل. ننزل تحت خالص لحد ما نلاقي النسخة، يعني النسخ في لينوكس، في لحد ما نلاقي الويندوز. انا عندي ويندوز 64، هروح دايس ايه تحميل. هيطلب مني طبعا ان اقول له اوكي، انا موافق على الشروط. هيحولني لصفحة يقول لي دخل الباسورد والايميل. تكتب باسورد الايميل هيبدأ معاك التحميل. انا كده كده كنت محملها عندي، ادوس عليها هيبتدي يشتغل معايا. دي هتبقى اول حاجة في الحاجات. احنا هنبقى هنحتاج ثلاث حاجات، الشوف جي دي ايه، وهنحتاج الايكليبس، وهنحتاج السيرفر اللي هنشتغل عليه اللي هو اباتشي تومكات. هندوس نيكست نيكست، بعد كده فينيش بعد ما يحمل معانا. ندوس كلوز، بعد كده هنفتح موجب الأوامر سي ام دي، نتأكد إذا كان اتثبتت الشرفة ولا لا. هنكتب شرفة، هنكتب underscore version. هو هنا بيقول لي إن هو ما اتعرفش على شرفة، معنى كده اللي هي ما اتثبتتش. هنعرفها له دلوقتي. هنخش على ماي كمبيوتر، فيسبوك، اعدادات النظام المتقدمة. بعد كده نخش على متغيرات البيئة. عندنا اللي هو الحتة بتاعت الباص، هنضيف فيها مسار الشرافة عندنا، هنضيفها فوق هنا وهنضيفها تحت. مسار الشرافة كنت هنخش على كمبيوتر سي، هنخش على فايل بروجرام فايل، هنخش على الشرافة، نخش في الشرافة، نخش جوه البين، بعد كده ناخد المسار تكوبي، نخش نحطه في فوق وتحت، نحطه في الباص اللي فوق، دوس تحرير، دوس جديد، ونلصق المسار كنترول في، ندوس موافق. نفس الكلام نكرره تحت. ندوس اوكي اوكي. بعد كده هنا نكتب شافا فيرش، نقفل السي ام تي ونفتحها من اول وجديد. كتبنا هنا شوفا فيرشن، طلع معايا اهو، ادي الفيرشن اللي عندي، فيرشن 13، وشوية معلومات عن الشوفا اللي انا مثبتها.
هنا لف ال الإكليبس. أنا محمله عندي، أنت بتقرر هخش على جوجل عادي وأكتب إكليبس، هندوس عليه مرتين نفتحه عادي ونحمله. هنا بيحدد المكان اللي احنا هنثبت فيه. وياخد شوية وقت. اقفل الفيديو وارجع اكمل تاني. هنا بعد ما هو حامل معايا هندوس كرييت شوب ويب ابلي ويب بروجكت تاني واحدة. هنا هنكتب بس نسيب كل حاجة زي ما هي، كله هنا تمام، وندوس فينيش. هنا طبعا هو هيقعد يبيلد حاجات، يحمل ملفات المشروع. هنستنى عليه شوية. بعد ما هو كده حامل ملفات المشروع بيقول لي هنا عند السيرفر، انت ما عندكش اي سيرفر. طبعا انت هتحمل السيرفر عادي من على جوجل كروم، انا هنا محمله عندي هو اباتشي توم كات 8.5. طبعا انا هاخده من هنا احطه في مكان قريب عشان ابقى عارف مكانه، احطه في نفس المجلد اللي هو فيه المستخدم. بعد كده على محمد واختار اللي هو المكان اللي هو في الكليبس. طبعا الام اي ام دي اللي هي الفولدر بتاع المشروع بتاعي، ده هسيبه زي ما هو، انا هحطه بره بس. بعد كده هخش هنا اخش بقى اظبط السيرفر بتاعي. هو الملفات هنا ما عمليش اي حاجة، انا اللي ايه ملف انا اللي هنشئه بنفسي بس في الحلقة الجاية. هنا اختار السيرفر، انا كنت عامل 8.5، ادور عليه هنا في الاباتشي، اختار فيرجن 8.5. عرفت منين اللي هو 8.5؟ لان هنا كتب لي 8.5. اقول نيكست. وهنا هختار المكان بتاع التوم كات اللي انا حاطه فيه. خش على الكمبيوتر على السي على يوزر انا محمد، بعدين المكان اللي انا حطيت فيه هو التوم كات الاباشي توم كات، افتحه واخش ايوه الحته دي واقول له سيلكت فولدر واقول له فينيش. كده فاضل ان احنا نختبر السيرفر بتاعنا. دوس عليه كليك يمين واقول له كمبيوتر بدي شويه بس. في حاجه مهمه نسيت اقول عليها، احنا لازم هنا نخلي المكان بتاعه اللي احنا حطيناه فيه هو يرنم المكان اللي احنا حطيناه فيه. اقول له كليك يمين واقول له ستارت. علشان يشغل السيرفر بتاعي. السماح بالوصول. الاحمر ده انفورميشن معلومات مش غلط او حاجة.
كده بقى اروح للمتصفح بتاعي واشوف السيرفر شغال ولا لا. هكتب لوكال هوست والبورت 8080، هيفتح معايا اباتشي وكده يبقى كله تمام.